شكرا بحجم الكون لكم أيها الأوفياء. عرفت العماني 2018 مرشحا مخلصا. هو أحد أفراد اللي نفتخر إنه يكون ممثلنا في المجلس النيابي الغالي. لنقف جميعا في وجه كل متربص بنسيجنا الوطني المتين، ونقول له أن صوتنا وطنيا ولن تروننا أي موقف وأي كلمة تشك هذا النسيج حتى في الانتخابات. ووقفت في 2018 وزلت وأعيد اليوم عقيدتي لي وموقفي لكم. هذه البحرين الحقيقة ننتقي يوم السبت لنختار الكفاءة الوطنية، لنختار الروح المسؤولة، لنختار النفس الوطني.